أهلا بكم من جديد. أعلن مصرف البحرين المركزي عن تغطية الإصدار رقم 166 من صكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين، وتبلغ قيمة الإصدار 26 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوماً تبدأ في يونيو لغاية ديسمبر 2019، ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 3.35% مقارنة بسعر 3.7% للإصدار السابق بشهر مايو المنصرم، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 672%. ونتابع الآن أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نتابع النشرة مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات اليوم، ونبدأ مع بورصتنا المحلية حيث تراجع مؤشر البحرين العام بنسبة 0.09% بإقفال عند مستوى 1450 نقطة. وشهدت التداولات اليوم انخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وأيضا قطاع الاستثمار، وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 8,869,000 سهم بإجمالي سيولة تجاوزت 2,352,000 دينار، وتم تنفيذ خلال الجلسة اليوم 74 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في تداول اليوم على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية، فكما نتابع على الشاشة السوق المالية السعودية أقفلت بارتفاع بنسبة 1.59% بإقفال عند مستوى 8,989 نقطة، وذلك في ظل صعود جماعي للقطاعات الكبرى بقيادة قطاع السلع الرأسمالية. مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت أقفلت أيضا بارتفاع بنسبة 0.89% بإقفال عند مستوى 6,496 نقطة، وذلك بقيادة قطاع الطاقة بشكل رئيسي. سوق أبو ظبي للأوراق المالية أقفلت على تراجع باللون الأحمر بإقفال عند مستوى 4,965 نقطة بإقفال بنسبة 0.64%، وذلك بسبب تراجع قطاعي الطاقة والسلع الاستهلاكية. أما بالنسبة إلى سوق الإماراتية الأخرى، سوق دبي المالي فقد أقفلت بارتفاع بنسبة طفيفة بنسبة 0.02% بإقفال عند مستوى 2,675 نقطة بدعم من أسهم قطاع النقل بشكل رئيسي. أخيرا سوق مسقط للأوراق المالية أقفلت بارتفاع بنسبة 0.24% بإقفال عند مستوى 3,982 نقطة مع صعود كافة مؤشرات البورصة العمانية. يجري الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي زيارة رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وتتمتع أبو ظبي وبرلين بعلاقات تجارية قوية، حيث تعد الإمارات أكبر شريك تجاري لألمانيا في المنطقة على مدى السنوات العشر الأخيرة، بينما تشهد التجارة بينهما نموا مستمرا كل عام، ويمر 30% من إجمالي التجارة الألمانية مع الدول العربية عبر الإمارات التي تستحوذ على ما نسبته 22% من مجملي التجارة العربية الألمانية، مما يجعل ألمانيا سابع أكبر شريك تجاري عالميا وأكبر شريك تجاري أوروبي لدولة الإمارات. وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة على زيادة رواتب المواطنين بنسبة 15% بحد أدنى يبلغ 150 جنيها، مع وضع حد أدنى للرواتب بقيمة 900 جنيه مصري. جاء ذلك عقب موافقة النواب
على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة حول مشروع القانون المقدم من حكومة المصرية. ويهدف مشروع القانون إلى تحسين أوضاع أصحاب الرواتب والمستحقين له لرفع المعاناة عن كاهلهم باعتبارهم من أصحاب الدخول المحدودة لمواجهة ارتفاع الأسعار. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. جوجل تحقق أرباحا من الإعلانات تعادل كافة عوائد صناعة الإعلام على الإنترنت. قالت وزارة الخارجية الصينية أن الحكومة سترد بعزيمة قوية إذا أصرت الولايات المتحدة على تصعيد التوترات التجارية. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اللقاء مع نظيره الصيني شي جين بينغ مقرر خلال قمة مجموعة العشرين المرتقبة نهاية الشهر الحالي، محذرا من أنه سيفرض رسوما جديدة في حال لم ينعقد هذا الاجتماع. وكانت المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة قد تعثرت الشهر الماضي، حيث ذكرت الولايات المتحدة أن بكين انسحبت منها في اللحظة الأخيرة، فيما قالت بكين إنها مستعدة لمعركة طويلة. تقلص النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة للشهر الثاني على التوالي في إبريل، وانخفض بنسبة 0.4% خلال شهر إثر تراجع في الإنتاج الصناعي وسط عدم اليقين المحيط ببريكزيت، وذلك بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية. ويعد هذا الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي أكبر مما أجمعت عليه توقعات محللين لوكالة بلومبرغ، قدروا أن يكون بنسبة 0.1% فقط. ومع ذلك لم تدخل المملكة المتحدة بعد في مرحلة الكساد، والتي تعني انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين، وذلك وفقا لوكالة فرانسيس بريس. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. حققت شركة جوجل أرباحها خلال عام 2018 بلغت 4.7 مليار دولار، وذلك على شكل إعلانات على المحتوى الإخباري والإعلامي وفقا لدراسة نشرت مؤخرا. وكشفت الدراسة أيضا أن الأرباح التي حققتها جوجل من الإعلانات على المحتوى الإخباري والإعلامي العام الماضي تعادل تقريبا كافة عوائد صناعة الإعلام على الإنترنت. وحذرت الدراسة العاملين في القطاع الإعلامي من الأرقام الواردة في الدراسة قد تكون محافظة، حيث أنها لم تسعى لتضمين قيمة البيانات الشخصية للمستخدمين في كل مرة يستخدمون فيها خدمات البحث بالضغط على الكلمة المطلوبة في خانة البحث.